كرم رئيس مجلس إدارة مجموعة الصايغ ميشيل الصايغ عددا من موظفي المجموعة القدامى، وكان من بين المكرمين موظفون تجاوزت مدة عملهم في المجموعة 40 عاما. وقال الصايغ خلال حفل التكريم الذي أقيم في النادي الأرثوذكسي في العاصمة عمان إن المجموعة ومنذ تأسيسها دأبت على الاهتمام بموظفيها وتحسين أوضاعهم، مضيفا أن مجموعة الصايغ تواظب على تكريم الموظفين كل 5 سنوات في حفل يليق بهم وبجهودهم. كما كرم السيد ميشيل الصايغ ومدير عام قناة رؤيا المهندس فارس الصايغ عددا من الزملاء في قناة رؤيا ممن تجاوزت فترة عملهم 5 سنوات. علي إبراهيم بدوي الشحتيت 5 سنوات، إياد مصطفى عبد ربه صوفان 5 سنوات، أيمن نايف محمد الزامل 5 سنوات، لا شك أنه العنصر الأساسي في الإنتاج هو العامل. صحيح بيكملوا رأس المال، بيكملوا العمل صاحب العمل، لكن العامل الأساس في العملية هاي. النظم الإدارية اللي احنا بنقوم فيها في المجموعة الحقيقة يعني بتحافظ على الموظفين لدرجة انه اليوم احتفلنا بموظف 40 سنة، ولا يعني اذا احتفلنا ب20 معناش 30 و35 سنة، لكن احنا انه كل 5 سنوات بيكون الاحتفال، فيعني ممكن يكون واحد 34 السنة الجاية بتتكرم، واحد 39 السنة الجاية بتكرم. احنا في المجموعة عندنا حوالي 900 موظف وعامل يعني، والحمد لله مجموعتنا دهانات بدينا بدهانات ناشونال عام 70، ونحن الحمد لله مستمرين في العمل والعطاء والتطور بفضل الجهاز الوظيفي اللي يعني قدرنا نحافظ عليه وقدرنا نطوره.